وقتها يعني. بس متهيألي يا كابتن الضغط يعني اكيد اي لعيب في اي مركز بيبقى عليه ضغط كبير، سواء هجوم او نص الملعب او الدفاع، ولكن بحس انه الضغط اللي على حارس المرمى هو اكبر ضغط ممكن يكون موجود. اللوم اللي بيبقى عليه لو ما صدش مثلا ركله جزاء او لو دخل فيه جون بطريقه معينه مثلا، بحس انه بيبقى عليه ضغط كبير قوي. ازاي ممكن حارس لو اتحرك غلط مثلا، خرج غلط، يعني كل ده بيبقى ضغط وبيجي عليه انتقادات كتير قوي. ازاي ممكن حضرتك كنت بتتعامل مع الضغط ده؟ وهل فعلا الضغط ده صح؟ يعني اللي انا بقوله ده كده صح، انه فعلا الضغط على حارس المرمى اكتر حاجه، اكتر من اي مركز طبعاً تاني؟ طبعا مركز حارس المرمى ده مركز صعب قوي، حساس جدا، ومركز صناعه يعني محتاجه صناعه. والمركز ده انت دايما لما بتيجي تختاري مركز حراسه المرمى ده ولسه الولد لسه صغير، بتبداي تبص على حاجات كده معينه لازم تبقى موجوده في الحارس. لو مش موجوده فيه مش هينفع يلعب المركز ده. احنا طبعا الموهبه اساس كل حاجه، تمام، لازم يبقى فيه موهبه. بيبقى فيه ده من مواصفات جسمانيه، يعني لازم يبقى عنده مواصفات جسمانيه، بيبقى فيه حد ادنى وحد اقصى. الحد الادنى ده المفروض ما ينزلش عنه يعني. زائد بقى النقطه المهمه جدا 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 احط تحتها 100 خط، الشخصيه. الشخصيه دي مهمه جدا بقى زي ما قلت لحضرتك، عشان في النادي الاهلي بالذات الضغوط اللي بيلعب فيها الحارس في النادي الاهلي مختلف عن اي نادي تاني في مصر. طيب ايه المواصفات اللي المفروض تكون في شخصيه حارس المرمى المثالي؟ لازم يبقى شخصيه قياديه، تمام، لازم يبقى عنده شخص الكاركتر، لازم يبقى شخص يبقى قوي يعني يقدر يتحمل الضغوط. ضغوط صعبه في النادي الاهلي قوي، صح، الضغوط الاعلاميه والسوشيال ميديا دلوقتي طبعًا. في الظروف اللي احنا فيها دي طبعًا. الدنيا صعبه قوي طبعًا. يعني لما يبقى في خطا زي ما حضرتك بتقولي، او يبقى في مثلا سوء توفيق في مباراه او بتلاقي تاني يوم على طول الضغوط صعبه جدا، صح. فلو انت ما عندكش الشخصيه القويه اللي تقدر تحمل بقى الضغوط دي مش هتقدر تكمل في النادي الاهلي. فدي بتبقى في صعوبه اوقات، ان احنا لما بنجيب حد كبير في السن، يعني بنجيب حد من بره كبير في السن، بيبقى في بعض الاوقات انت ما بتقدريش تقيم الشخصيه كويس لانك انت ما تعاملتيش معاها لسه. بالذات لما ممكن تبقى انت شايفه موهبه، شايفه مواصفات جسمانيه، بس المواصفات الشخصيه دي لازم يبقى في تعامل فتره كبيره مش قليله، عشان اقدر يعني انا لو بتعامل مع حضرتك فتره كبيره اقدر اقيم شخصيتك، صح، كويس. صح. انما انا في النهايه انا بتفرج على ماتشاتك، بتفرج على الاداء بتاعك، فبشوف ناحيه فنيه، بشوف مواصفات جسمانيه طبعا موجوده، الناحيه الشخصيه ما بعرفش اقيمها بشكل كبير. لما بيجي النادي الاهلي الشخصيه قوي بتبان بقى في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي انا بلعب 34 في مباراه في الموسم، ال 34 عايز اكسبهم، بدخل اربع بطولات او خمس بطولات، عايز اكسب الخمس بطولات. هو النادي الاهلي كده، هي دي طبيعه النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي، اي بطوله النادي الاهلي بيخش فيها عايز ياخدها. طبعا النادي الاهلي هو بيخسر بطولات، بس في النهايه ان انا دايما باخد بطولات، ما فيش موسم بيعدي غير لما. حضرتك كمدرب ازاي كنت بتدرب حراس المرمى ان هم يتعاملوا مع الضغوط دي؟ هي الشخصيه يا استاذه ساره الى حد كبير يعني ما ينفعش انا يعني انا هضيف له حاجه في الشخصيه مش عنده، صعب. الشخصيه دي بتبقى فيها حاجات بتبقى لها علاقه هي شخصيته كده، فيها لها علاقه بالناحيه الوراثيه بقى، لها علاقه لان الشخصيه مش هقدر انا واحد مثلا بيخاف في لحظه انا او اقول له ما تخافش فمش هيخاف، مستحيل. مستحيل. الشخص القيادي ده بتبقى طبيعه في الشخص في الولد وهو صغير، تحس كده ان هو يعني ممكن يبقى اطفال بيلعبوا مع بعض، فيهم واحد ليدر، فيهم واحد هو اللي بيقودهم. هو الولد طبيعي، هو عنده الشخصيه، هي طبيعته كده. انما انا بقدر انمي بعض الحاجات، انما مش كل حاجه هقدر انميها فيه. لو هو عنده شخصيه جبانه، شخصيه ضعيفه، مش ليدر، لا مش هقدر انميها، هيبقى عنده مشكله. فعشان كده طبعا احنا بنحاول نتقي قوي. يعني لما جينا جبنا الشناوي، الشناوي كان موجود في النادي الاهلي ومشي من حوالي يعني، وحضرتك اللي رجعته الحمد لله. كان يعني هو طبعا زي ما بقول لحضرتك بيبقى فيه طبعا احنا بنقعد كجهاز فني، وجهاز فني بنقول ان احنا محتاجين، احنا بنقعد بيبقى عندنا مركز حراسه المرمى، خط الظهر، خط الوسط، الهجوم، بنقعد كجهاز فني وبنقول احنا محتاجين في المكان ده محتاجين نجيب حد، فبيتم على طول بيروح المكان ده لمين؟ للراجل المتخصص. عايزين نجيب حارس مرمى، فانا كان قدامي كنت عايزين نجيب اتنين في موسمين ورا بعض، فكان رقم واحد الشناوي كان موجود معاه على لطفي، وربنا اكرمنا من 3 سنين جبنا الشناوي. من 3 سنين، طيب. من 2016 هنرجع للشناوي، او 4 سنين هنرجع للشناوي. بس كنت عايز اسال حضرتك، كنا بنتكلم على الشخصيه، طب التكوين الجسدي، يعني انا حاسه انه البنيه الجسديه بتاعت حراس المرمى زمان مثلا لو بصينا لبيتر شمايكل او الكابتن شوبير او يعني
بيبقى فيه عارف الهيئه نفسها يا كابتن. دلوقتي ممكن نلاقي حراس المرمى مثلا لو بصينا على تشيلسي، لا الدنيا بقت اكتر معتمده على المرونه يمكن في كره القدم الحديثه او دلوقتي، يعني حارس مرمى تشيلسي حضرتك نفسك كنت من اطول اللعيبه يعني وقتها، دلوقتي حارس مرمى تشيلسي كيبا يعني تحسه هيئته كده صغيره، تكوينه الجسدي او بس طويل طبعا. وحارس مرمى ارسنال برضو لينو طويل برضو طويل، ولكن تكوين الجسدي مش زي ما كنا بنشوف حراس المرمى زمان. هو في النهايه انا عندي جسم عضل نحيل عضلي انا مش عايزه رفيع لدرجه ان مبقاش يعني جسمه مبقاش عليه عضلات خالص ولا عايزه عضلاته يبقى يعني جسم مكتظ يعني في معايير معينه يا طبعا. انا بتكلم على نحيل عضلي، في جسم نحيل عضلي يعني تحس ان الجسم ممطوط طوله يعني باين قوي الطول بتاعه ما يقلش مثلا عن 185 104 يعني ويمكن بقى يبقى 186 ممكن 190 شناهم 191. طب انتوا بتقيسوا كميه عضلاته كل قد ايه؟ لو زاد عضل مثلا ما يقدرش يترمي يمين او شمال؟ لا العضلات طبعا بيبقى فيه احنا لما بنيجي نعمل قياسات بيبقى فيه نسبه العضل بتاعته بتبقى قد ايه في الجسم، نسبه الميه، نسبه الدهون، كل الحاجات دي بتتقاس بنقدر نحددها. فعلى الاقل بتعدي ال 50% يعني ممكن انا طولي مثلا 185 سم طولي 185 فانا وزني مثلا بنتكلم في 80 كيلو او 5 او 83 82 كيلو فباجي انا ال 83 كيلو دول بشوف بقى لما باجي اعمل بقى قياس بشوف بقى نسبه الدهون قد ايه في الجسم واشوف نسبه الكتل العضليه قد ايه في الجسم الكتل العضليه متوزعه ازاي ما لازم يبقى لها توزيع ما تبقاش كتله عضليه كلها مثلا في رجليا وفي جسمي من تحت ومفيش لا لازم تبقى متوزعه على الجسم كله على دراعاتي على بطني على كل جسمي لازم في عضلات فالنسبه ما بتقلش عن يعني ممكن تعدي يعني لو انا مثلا طولي مثلا بنتكلم في وزني 85 يبقى بنتكلم في حوالي مثلا 45 50 كيلو عضل وبعد كده بيبقى فيه نسبه ميه بقى وبعدين نسبه دهون هو ده اللي انا بتكلم عليه انما طبعا كل ما بتزيد الكرة انا مش عايز العضله تتضخم يعني مش عايز بص الاقي دراعي ضخم قد كده ده ياثر على المرونه يعني انا في النهايه برضو انا عايز يبقى جسمي فيه مرونه في الحركه في لما باجي اعمل تيك اوف لما باجي اعمل تراي لما باجي اعمل كل ده محتاج سرعه ومحتاج قوه انا مش محتاج قوه بس لان انا مش هشيل حديد انا عايز قوه تساعدني في السرعه لان كل ما القوه العضليه زادت تاثر على السرعه تقل من السرعه السرعه تبقى فيها بطء شويه فانا مش عايز القوه العضليه بتاعتي يبقى انا عندي العضله متضخمه قوي وفي نفس الوقت مش عايز يبقى جسمي كله يعني ما يبقاش فيه عضل خالص لا يبقى عندي مشكله يبقى انا مش هقدر ادي المهاره لان المهاره دي ما انا بادي اداء حركي بيساعدني على تنفيذ مهاره المهاره دي بتبقى فيها اوقات بيبقى فيه قوه انفجاريه بتطلع في كسر من الثانيه فازاي الكلام ده يتنفذ في وقت قليل جدا فلو انا عندي قوه عضليه كبيره تاثر عليا في المرونه والرشاقه وفي نفس الوقت انا مش عايز جسمي ما فيش فيه عضلات خالص يبقى انا مش هقدر اعمل تيك اوف انا عايز اعمل تيك اوف ممكن اعمل تيك اوف فبص تلاقي ان جسمي معدي كل اللعيبه فوق فوق راكب كل الناس فلو انا جسمي ما فيش فيه القوه العضليه دي مش هقدر اعمل الكلام ده فهي نسبه وتناسب يعني انما دايما الطول ده مهم قوي يعني زي ما قلت لحضرتك كده انت حضرتك كلمتي على زمان كانت الاجسام كان ما شاء الله يعني كابتن شوبير كان ما كان جسمه معدي 185 كابتن ثابت الله يرحمه كابتن اكرامي في انديه ثانيه كتير وكان في حراس قصيرين برضه دلوقتي بقى الحراس القصيرين دول ممكن يبقى موجود ويلعب بس مش هيبقى دولي مش هيبقى عنده انا بتكلم على مواصفات حارس مرمى بيلعب في نادي كبير مواصفات حارس مرمى دولي حارس مرمى انا يعني ممكن يوصل للعالميه مش يوصل للعالميه الا اذا عنده الثلاث حاجات اللي قلت لحضرتك عليهم في البدايه مواصفات جسمانيه طبعا الاساسات الموهبه اي حاجه الموهبه لازم تبقى موجوده مواصفات جسمانيه ومواصفات شخصيه اكيد المواصفات الشخصيه دي بقى حط تحتيها حاجات كتير جدا لازم بقى نتكلم على اللي بيميز الشناوي عن اي حارس مرمى تاني في مصر واسمع راي حضرتك بس بعد الفاصل